منطقة إصابة أركنويد سبيس هي عبارة عن مساحة ضيقة نسبيا ممتلئة بالسوائل ومحيطة بالمخ والحبل الشوكي. هناك بعض المناطق المتسعة الموجودة في منطقة إصابة أركنويد سبيس والتي توجد بشكل أساسي حول قاعدة المخ. هذه المناطق يطلق عليها اسم بيزل أو سبأركنويد سيسترنس. كل سيسترن بيسمى طبقا لاسم التركيب المحاط به من تركيب الدماغ. أحد أكبر هذه الأحواض هو السيسترنا ماجنا والذي يقع في أسفل البوستيريور كرينيال فوسا. سيسترنا ماجنا محاط بالميدلا أوبلونجاتا والسريبيلار هيمسفيرز والأوكسيبتال بون، ومتصل بمنطقة السبأركنويد سبيس الخاصة بالسباينال كانال. الحوض الثاني هو الانتربيدانكولار سيسترن والذي يقع بين السريبرال بيدانكلز اوف ذا ميد برين ويتصل من اسفل مع البريبونتاين سيسترن. البريبونتاين سيسترن يقع امام واسفل البونز ويتصل من الجانبين مع السريبيلوبونتاين انجل سيسترن. السريبيلوبونتاين انجل سيسترن يقع في مكان اتصال البونز مع السريبيلم ويحتوي على تركيب مهمة تشمل الكرينيال نيرفيس الخامس والسابع والثامن والسوبيريور سيريبيلر أرتري والأنتيريور إنفيريور سيريبيلر أرتري. السيسترن الخامس والذي يسمى أمبيانت سيسترن يدور حول السطح الخارجي للميدبرين بحيث أنه بيوصل ما بين الانتربيدانكولار سيسترن والكوادريجيمينال سيسترن. الكوادريجيمينال سيسترن يقع ما بين السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزوم والسطح العلوي من السريبيلر خلف التيكتم اوف ذا ميد برين او ما تسمى باسم الكوادريجيمينال بليت. فوق السلة ترسيكا موجود السوبراسيلر سيسترن او الكازماتيك سيسترن والذي يحتوي على الأوبتيك كازم والسيركل أوف ويلز